مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء التقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة بالعطا مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا